لن نقبل بأي خطوة من شأنها التسبب بمأساة إنسانية جديدة في إدلب، وسنواصل وجودنا في الميدان حتى يتحقق الاستقرار على الحدود الجنوبية مع سوريا. يعلن الرئيس التركي بلغة لا تخلو من التصعيد، يؤكد خلالها أن الوضع في إدلب سيبقى كما هو عليه الآن. تصريحات الرئيس التركي تأتي بعد أيام من موافقة مجلس النواب في أنقرة على تمديد العمليات العسكرية للجيش التركي في 5 مناطق خارج الحدود، إحداها سوريا. ترجمها مزيد من التعزيزات العسكرية التي تصل بشكل شبه يومي إلى مناطق جنوب إدلب، في خطوة تبدو فيها أنقرة أكثر جدية من أي وقت مضى، السعي لمنع أي تقدم للنظام أو تثبيت خطوط التماس معه على أقل تقدير. لا تكاد تنتهي ملامح التصعيد في الشمال السوري حتى تعود من جديد على شكل تصريحات أو تحركات على الميدان. فصائل المعارضة والجيش الوطني يعلنان عن رفع الجاهزية الكاملة في مناطق حلب وإدلب بعد الحديث عن تحركات عسكرية لنظام الأسد والميليشيات الموالية له على خطوط المواجهة، اللافت فيها الإشارة إلى مناطق ريف حلب الشمالي المشمولة باتفاق وقف إطلاق نار دائم، خلافا لإدلب التي ما زال مصيرها يتأرجح عند كل خلاف يحصل بين المصالح الروسية والتركية. روسيا الساعية لتحقيق مكاسب سياسية بعد 5 سنوات من غرقها في تعقيدات المشهد السوري، ترسل طائراتها الحربية للتحليق بشكل غير اعتيادي في رسائل تريد توجيهها لأنقرة، إضافة إلى الخروقات المتكررة للنظام على خطوط التماس. تزامن التصريحات التركية وإعلان المعارضة رفع الجاهزية القتالية يشير إلى استعدادات كبيرة لخوض معركة قد تكون الحاسمة في تحديد مصير تلك البقعة الجغرافية شمال غرب سوريا. فهل تستطيع أنقرة ثني روسيا ونظام الأسد عن شن أي عملية عسكرية جديدة إذا ما أرادت ذلك؟